اطمئني الحقل أصبح آمناً هذا كل الناس. يا صديقتي أرجوك لا تكوني مطمئنة هكذا أو اطمئني. دائماً ما يتساءل البعض هل هنالك مكان يهدف إلى رعاية وتثقيف الأطفال وتشجيعهم بما يضمن زيادة وعيهم وفق اسس علمية وتربوية متطورة وسليمة وتوجيه قدراتهم الفكرية واطلاق طاقاتهم في الخلق والابداع لاعداد اجيال قادرة على النهوض بالمجتمع نحو التقدم والازدهار نعم دار ثقافة الاطفال التي تختص بشريحة الاطفال عبر مطبوعاتها ونشاطاتها وفعالياتها ودوراتها للأعمار الممتدة من خمس إلى سبعة سنة دار تقدم الكثير من النشاطات للطفل منها إصدار مجلتي مجلة والمزمار إصدار الكتب والسلاسل القصصية إقامة المهرجانات إقامة الندوات إقامة الورش التدري... الورش التدريبية للأطفال وبالإضافة إلى إقامة ندوات مختصه ليس فقط في الطفل لكن في الاسره والطفل لكن نطمح انه يكون المرتادين اكثر هنالك الكثير من الاطفال لا يعرفوا ان هنالك دار تعنى بهم دار تقدم لهم الاشياء الثقافيه والادبيه وهذه طبعا تقع على عاتق الاسره يفترض انه كل اسره توعي اطفالها انه هناك مكان هو خاص بهم، مكان هو يثقفهم، مكان هو آه يضيف لهم ما لم تضيفه الاسره. وفرت سلسله مكتبه الطفل والناشئه التي تناولت مختلف موضوعات الحياه. عندنا مكتبة كبيرة جدا يعني ومن خلال منبركم احنا نوجه رسالة إلى العوائل لجلب أطفالهم إلى المكتبة لكي يتزودوا بما قدمته دار ثقافة الأطفال من سنة 1969 ولحد الآن، مكتبة ضخمة وفيها يعني مكان للقراءة وفي بعض الاحيان يعني يستعارون العوائل الغير متمكنه مثلا لشراء الكتب والمجلات ولو هي يعني فد شيء رمزي يعني سعر النسخ 500 دينار شنو قيمتها يعني آه بالتالي انه يستطيع ان يقرا ومن ثم يلعب في حديقه الدار وانتم شفتوا حضرتكم يعني فد مكان للاطفال كل جميل ورائع قسم الفنون من أهم أقسام الدار بعد قسم التحرير وقسم البحوث المسؤولين عن إصدار مجلتي مجلة والمزمار والسلسلة القصصية، ويهتم بالأعمال الفنية والمسرحيات والأفلام والرسوم المتحركة والموسيقى وأغاني الأطفال ولديه خطة سنوية يقدم فيها مسرحيتين للأطفال وفيلمين وأغنيتين فضلا عن أعمال تخص الرسوم المتحركة. تقليد سنوي مهرجانات نقيمها للمسرح مهرجانات الاغنية نقدمها بشكل مباشر للطفل تحتوي على اهداف معينة توعوية تربوية تثقيفية نحاول قدر الامكان ان نوصل للطفل من خلال ليس فقط المطبوع انما المرئي ايضا تعرفين تاثير المسرح وتاثير الاغنيه وتاثير الفيلم يعني تاثير الفيلم بشكل عام يكون اسرع واكثر وصول للطفل لبرنامج رواق الثقافه هذه الجمال العراقيه بغداد